السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدين الكرام، حلقتنا لهذا اليوم حلقة خاصة بصندوق شهداء الشرطة. حلقة خاصة بصندوق شهداء الشرطة. هذا الموضوع أكيد كثير من الناس من ذوي شهداء وجرحى الشرطة يحتاجون إلى معلومات، أو عندهم استفسارات، أو عندهم بعض المشاكل ممكن يستفسرون عنها. احنا راح نبقي ارقام تليفوناتنا على اسفل الشاشه، ممكن اللي عنده سؤال راح يكون الاجابه عليه بشكل مباشر من قبل السيد الرائد مصطفى مجيد حميد، مدير علاقات واعلام صندوق شهداء الشرطه. نرحب بك كلمة ترحيب. اهلا وسهلا بك حبيبي دكتور، شلونك؟ الله يحفظك. اهلا وسهلا بك جميعا. شكرا جزيلا لقبول الدعوه. لا تدلل، فصلنا شرف انه ما دام موضوع بخدمه للعوائل الشهداء والجرحى اكيد احنا لنا شرف على الشيء. هاي ابتسامتك راح تعطينا تفاؤل بانه نطرح اسئله ان شاء الله. يا سلام. الله يحفظك. سياده الرائد، هسه اكيد الناس يعني اللي يشوفنا يقول يا شنو مهامه وشنو الصندوق وشنو هاي الدائره؟ البعض اللي ما اكو تماس مباشر وياكم، صحيح، ما عنده معامله، صح، حتى ننور الناس، نعلمهم شنو، نعلمهم بانه هاي الصندوق هذا عمل، شنو عملكم؟ صندوق شهداء الشرطه هو دائره من دوائر وزاره الداخليه التابعه لمكتب السيد وزير الداخليه. تاسس الصندوق بموجب قانون اللي هو قانون 116 لسنه 1966. يتيح لهذا القانون ان يتعاقد الصندوق لتعظيم ايرادات الماليه. يتعاقد بصوره خاصه، موازنه خاصه الى تكون، يتعاقد عن طريقها مع شركات او مع يتم تنفيذ المشاريع بواسطة كادر الصندوق أو تعاقد مع شركات أجنبية. نقدر نقول، عفوا سيادة، نقدر نقول مثل تمويل ذاتي. تمويل ذاتي. الصندوق تمويله ذاتي. راح يكون عن طريق استقطاعات من المنتسبين اللي هي موجودة، وعن طريق الإيرادات تجي من المشاريع اللي يقومها الصندوق. الفائدة من هذا الشيء هو تعظيم الإيرادات، اللي هي الغاية الأولى من تأسيس الصندوق هي دعم شريحة الشهداء والجرحى الوزارة الداخلية، وأيضا المستمرين بالخدمة أيضا أكو بها فقرات تمنح لهم من داخل الصندوق. فهذا الموضوع يعني أنه يخص تقريبا وزارة الداخلية كلها، وبالأخص إحنا أنه نركز على ذوي الشهداء وجرح الوزارة. جميل، ممتاز. يعني عندكم أكيد مشاريع راح نتحدث عنها. طبعا أكيد مشاريع إن شاء الله. زين، أنا كجريح صار عندي حادث وكشرطي، شلون آلية التقديم، أو من ذوي الشهداء شلون آلية التقديم الى صندوق شهداء الشرطه؟ بالنسبه لعوائل الشهداء راح يصدر امر استشهاد بالمتوفي، ايضا الجرح نفس الحاله امر بالاصابه، بعد انه راح يحال على التقاعد بالنسبه للجرح الشهيد، انه تجي معاملته عن طريق دائره تتروج لنا. عند الوصول الى الصندوق هناك اكو اجور دفن وتكفين. بالنسبه للشهيد قبل الشهر الثالث 2015 كانت تصرف له اجور دفن وتكفين 2 مليون دينار. من شهر الثالث 2015 لحد شهر العاشر 2023 تصرف إلى 4 ملايين. من بعد شهر العاشر 2023 وصاعدا في التصاعد، أي أمر استشهادي يجي بعد هذا التاريخ يصرف له 10 مليون دينار. هاي بالنسبة للشهيد. ليش هاي التواريخ؟ هاي التواريخ إنه بها تعديلات قانونية. إحنا دائما أنت إذا تلاحظ بالأرقام، لغة الأرقام مالتها إنه دينزيد، إحنا دينزيد هاي المبالغ المالية. ليش؟ دعما لعائلة الشهيد. يعني كانت 2 مليون بال 2015، بعدها زادت الى 4 ملايين، هسه ان شاء الله انقر قانوننا وبعد تصير 10 ملايين. بعد اللي يستشهد بعد شهر العاشر 2023 امر الاستشهاد مالته تكون 10 ملايين النسبه مالته المكرمه مال الدفن وتكفين. بالنسبه للمتوفي ايضا، احنا المتوفي بدون شهاده انه اوكي، يعني مو استشهاد، متوفي اثناء الخدمه قبل شهر الثاني 2015 كان يصرف الى 1 مليون دينار. من شهر الثاني 2015 الحد شهر العاشر 2023 يصرف له 1.5 مليون. من 23 صاعدنا راح يصرف له 6.5 مليون. هاي متوفي أثناء الخدمة، مو شهيد بس متوفي أثناء الخدمة. هاي إذا. وبالنسبة أكو المتوفين المحكومين، إنه راح نقول حكميا يعني شلون يكون هذا أكو مفقودين بالمعارك اللي صارت الأخيرة مع التحرير، أكو فقدت جثثهم، فذولا تدري شلون يعتبر شهيد؟ هذا تصدر بالمحكمة أمر بهذا الموضوع، والمكافأة مالته تكون من عندنا اللي هي 1.5 مليون من داخل صندوق شهداء الشرطة يستلمها. ممتاز. زين، شلون آلية منح المبالغ يعني ذوي الشهداء؟
يروجون حسب المعاملة مالته، انه وقت تروج عن طريق دائرته توصل لنا احنا، بعدها يجي يجي يمنا بس يراجع، مجرد انه على مود يستلم كصك كمبالغ مالية كصكوك احنا نسلم داخل مقر الصندوق. عندنا شعبة الرعاية موجودة اللي هي القاعة، يتفضل المواطن يسلم المستمسكات، يطلبون من عنده الأوليات اللي هي أمر الاستشهاد، أمر الإصابة، يسلمهن. بعدها يستريح بمكانه هو، تمشي إجراءات المعاملة كتواقع أو شيء داخل الصندوق. هي عندنا قاعة كاملة متواجدين بها من كل الأقسام، يعني بحيث ما يفتر هو بيده المعاملة. النافذة الواحدة. النافذة الواحدة يسلم المعاملة، يستلم صك، آخر شيء من النافذة الأخيرة هو قاعد يذيعون اسمه، يستلم الصك يروح يصرفه عن طريق المبلغ. قبل كان أكو روتين عندكم؟ يعني هو حسب ما عرفت أي كان أكو قبل روتين، الآن حسب ما وصل لي قال صار أفضل. يعني طبعًا إحنا أكيد إحنا هذا الموضوع إحنا قلت لك شك وشي يصب بمصلحة الجريح أو عائلة الشهيد إحنا نطوره. وحاليًا إحنا حتى موضوع الصكوك راح نطوره السنة، إحنا راح نحكي عليه إن شاء الله بسنة 2024 بعد حتى صك ما يجي يراجع. هذا واحد من مشاريعكم طبعًا. هي أكيد هي جاهزة إن شاء الله، راح تتنفذ بشهر 1/2024. ممتاز. راح يتم تسليم كي كارد بعد. جيد. ما يحتاج يجي انه يستلم صك ويصرف عن طريق محافظته له. جيد. زي سعد الراد يعني موضوع السلف شنو موضوع السلف؟ السلف داخل صندوق شهداء الشرطه تمنح العوائل الشهداء بالدرجه الاولى والجرحى، وبعدها اكو حصص تتوزع الى المديريات الكافه، يعني كافه المديريات الموجوده داخل وزاره الداخليه. كل مديريه لها حصه معينه لضباطها ومنتسبيها وموظفيها ايضا. يتم ترويج معاملات عن طريق مديرياتهم ترفع الى الصندوق، بعدها يتم صرف مبالغ. اما بالنسبه للشهداء وعوائل الجرحى وعوائل الشهداء يتم ترويج عن طريق مديريه الشهداء والجرحى، توصل الى مقر الصندوق يتم تدقيق المعاملات مطابقتها، وبعدها يتم الاتصال بالشخص المعني يتم تسليمها بالصك يروح يصرفها. ايش قد المبلغ؟ اكو مبالغ 5 مليون 10 مليون. المن تعطون الخمسه والمن تعطون 10؟ احنا يعني بالدرجه الاساسيه فد معلومه يمكن ما يدرون بها المواطنين، احنا السلف ما صندوق بدون فوائد. جميل. اي يعني فهي تشوف اقبال عليها كلش قوي، حتى من ناحيه المنتسبين والضباط انه الداخلي المستمرين بالخدمه اقبال عليها قوي. الخمسه هي حاليا موجوده، هي الحصص توزع للمديريات. بالنسبه للعشر ملايين هي صلاحيه السيد وزير الداخليه انه يمنحها، يتم رفع الى طلبات ويتم الموافقه عليها ويتم الصرف. زين شلون عملية الأقساط؟ يعني المبلغ ياخذ من الراتب ضعف، يعني نصف المبلغ، لو شلون يكون ترتيب؟ السلفة 5 مليون، الاستقطاع مالتها 200 ألف بالشهر. زين. لمدة 3 سنوات. السلفة 10 مليون بغض النظر عن راتب اي بغض النظر عن الراتب، هي استقطاع ثابت بها. استقطاع 200 ألف. بالنسبة للسلفة 10 مليون 400 ألف الاستقطاع مالتها. 400 ألف اي لمدة ايضا 3 سنوات. 3 سنوات. ممتاز. شنو الإصابات؟ قاعد تطوهم الإصابات منهم؟ بالنسبة للإصابة الجريح قبل 2015 شهر الثالث كان يستلم 800 ألف مكرمة إصابة. حاليا بعد 2018 قام يستلم منه من عندنا 1 مليون دينار، ها مكرمة إصابة بعد الإصابة مالته. ما توقعتكم رنج معين أو عدد معين من الإصابات؟ يعني هاي مو أرقام، هاي تدرها لغة الأرقام كل مديرية ومديرية تدفع لنا احنا، بس احنا كصرف احنا كمبالغ للصرف انه اذا تريد تحصامه يعني فد اعداد كبيره عندك. صحيح. يعني بالوضع اللي صار بعض مثل بعض الاصابات تتطلب العلاج خارج العراق مثلا، او حالات خطره ممكن في بعض المستشفيات في بغداد مثلا وفي العراق ما ممكن معالجته، فيضطر ان لازم يسفر خارج العراق. اكو تعاون بينكم بين وزاره الصحه بين الاخلاء الطبي؟ شلون اليه العمل في وزاره الداخليه؟ احنا هذا الموضوع موجود عندنا مديريه كامله اسمها مديريه رعايه قوى الامن الداخلي. هاي المديريه السيد وزير الداخليه اول اهتمام كلش كبير بالنسبه للجرحى وزارتنا الموجودين حاليا. يتم التنسيق منها بعد امر السيد المعالي، يتم ارسال بالنسبه لجميع الجرحى اللي تحتاجون عمليات خارج القطر يتم ارسالها عن طريق هاي المديريه وتحمل كافه التكاليف. وان يكون حتى الجريح اللي مسوي عمليات سابقه او شيء، السيد المعالي ما قصر بهذا الموضوع، يعني قدر يعالج هاي المواضيع انه يتم صرف التكاليف كافه. جميل. انتم كمدير صندوق شهداء الشرطه قد تنتجوا ذوي الشهداء؟ احنا بالنسبه لنا كمديريه بعيدا عن السلف او اجور الدفن والتكفين هناك مواضيع عده، منها اهتمام باولاد المتوفين، منها مثل ما قام السيد مع الوزير الداخلية خلال إقامة مؤتمرات وتكريم المتفوقين والمتميزين من أبنائهم بأجهزة لابتوب
تقريبا بالأربعين عائلة تم تكريمهم من قبل معالي السيد وزير الداخلية. أيضا قمنا أيضا بعوائل الشهداء المقبلين على الزواج، قمنا بتأثيث غرفة نوم مع أجهزتها كاملة، أيضا هاي تقديمها. السلات الرمضانية، أكثر من 1000 سلة رمضانية توزع كل رمضان. إرسال عوائل الشهداء والجرحى أيضا إلى العمرة، لدى مناسك العمرة. تم إرسال 5 وجبات خلال هاي السنة بمعدل تقريبا 200 شخص تم إرسالهم العمرة خلال سنة 23 فقط. بينما بالسنة 22 كانوا تقريبا بالتسعين شخص، تمت مضاعفة العدد. يعني احنا سنة عن بعد سنة نحاول نطور هذا الموضوع ونزيد الأعداد، نزيد دائرة المستفيدين اللي موجودين من عوائل الشهداء وبالإضافة لذلك للجرحى. ها كلها على حساب الصندوق؟ طبعا هاي كلها من إيرادات الصندوق اللي تجينا عن طريق المشاريع الموجودة عن طريق استقطاعات. جميل. أنا سمعت عندكم مطبعة؟ أي عندنا قسم من أقسام الصندوق مطبعة شهداء الشرطة. المطبعة عندها كثير من الأمور اللي تشتغل بها. المطبوعات حاليا بوزارة الداخلية من وصولات من سجلات كلها تطبع داخل مطبع شهداء الشرطة. لا ما تسعون بمطابع أخرى؟ لا هاي من عندنا أنه تنطبع، وأيضا أنه يكون تعاقد معها بالنسبة للمديريات. هاي تستفاد منها المديريات كلها مال داخل، يعني عندنا أقسام بالصندوق تستفاد منها مديريات معينة. المطبعة تستفاد منها جميع المديريات الداخل وزارة الداخلية، وأيضا وارداتها تكون لتعظيم إيرادات الصندوق. ما عندكم فكرة مستقبلية راد مصطفى أن أنتم تطبعون مناهج للعوائل الشهداء الأطفالهم بالمدارس، ممكن تساهمون بقضية طبع المناهج بالإضافة إلى وزارة التربية؟ هذا الموضوع أنه لازم تتدخل بوزارة التربية، لأن تدري هي يصير تعاون ما بين بالضبط، لازم يصير تعاون، لأن هي الموضوع الأساسي هم تابع لهم المناهج. تمام. احنا ما عندنا مشكلة، نرحب بهاي الفكرة اكيد. احنا نطور المطبع مالتنا بأحدث الأجهزة موجودة بها، نوعية الأجهزة الموجودة كلها من ماركات عالمية ومناشئ عالمية معروفة رصينة. اي طبعا، فما عندنا مشكلة بهذا الموضوع، نطور من هذا الموضوع، من هذا العمل يكون افضل يعني للجانب. يعني اكيد اكيد بالتأكيد. شلون تقدرون تنمون الصندوق؟ طبعا الصندوق مثل ما تكلمنا بالبداية انه قلنا الصندوق عنده موازنة خاصة به، عندنا مجلس إدارة احنا ينعقد برئاسة السيد معالي وزير الداخلية المحترم. يتم عن طريق هذا المجلس تحديد ميزانية لكل سنة للصندوق. يتم عن طريق هذه الميزانية التعاقد مع شركات أو التعاقد من خلال كوادر الصندوق العمل بها لتطوير إيرادات مال الصندوق. عندنا هواي مشاريع، يعني من ضمن المشاريع اللي موجودة عندنا مصنع البطاقات والجواز الإلكتروني. شلون؟ أدنى من ضمن المشاريع أحد أقسام الصندوق مصنع البطاقات والجواز الإلكتروني. طاس. هذا المشروع المستفيد الأول من عنده هي مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. يتم رفضهم سنويا بالجواز الخام وأيضا الكارتات مال البطاقة الوطنية. أي تم رفضهم لعام 2022 449,500 بطاقة. طاس. بينما في عام 2023 تم رفضهم ب 750,000 بطاقة. بالنسبة للجواز الخام تم رفضهم في سنة 2022 525,000 جواز خام. في سنة 2023 تم رفضهم بمليونين و350,000 جواز خام. طاس. ومستقبلا هسه حاليا ان شاء الله احنا اكو تطوير لهذا المشروع. هاي وفق المواصفات العالمية؟ طبعا وفق المواصفات العالمية طبعا، لان احنا الشركة اللي متعاقدين وياها هي شركة ألمانية هي اللي جاية تشتغل. من ضمنها المصادات الأمنية اللي موجودة داخل المستمسك بالنسبة للصورة دقتها غير أمور طبعا، وكل هاي بصمات العشرية. اي طبعا طبعا كلها موجودات. احنا بالنسبة لنا هسه موضوع الطباعة المركزية راح يتم تطويره. بالنسبة للجواز الإلكتروني راح يتم طباعته داخل المطبعة داخل المصنع نفسه. راح تتطور الطباعة المركزية اللي هي شنو عبارة، شايف الكارت مال البطاقة الموحدة حاليا صورة أسود وأبيض. صح. احنا حاليا راح نزيد المصادات الامنيه داخل البطاقه الموحده، وراح يتم تلوين الصوره ايضا. جميل. هاي بالنسبه للبطاقه الموحده. ايضا الشق الثاني اللي هو الجواز الالكتروني نفس الحاله، هم راح يتم تطويره بمصادات امنيه جديده واكثر امنيه، وبالاضافه الى ذلك ايضا الصوره ما تتلون. بعد مشاريع عندكم اللي تفكرون بيها ممكن تنمي صندوق الشهداء الشرطة؟ عندنا احنا حاليا ان شاء الله مشاريع قيد الانجاز بسنة 2024 راح يتم افتتاحها. عندنا قسم من أقسام الصندوق معمل ألبسة وزارة الداخلية. معمل؟ ألبسة وزارة الداخلية. جيد. هذا فت قسم كلش مهم راح يكون. شون يعني؟ إنه هذا القسم راح يكون
مسؤول عن خياطة بدلات وزارة الداخلية بالكامل، كل المديريات راح يكون تحديد لون كل مديرة يكون يطلع من هذا المصنع، أكيد راح تكون بفد علامات أمنية بالبدلة أنه يمنع تداولها بغير غير المعمل. يعني مو مثل هسه أنه موجودة تدري البدلات البياريات الشعارات حتى انت بدها تريد تعطيك فريق بالضبط. هاي الاشياء تدري هسه موجوده حاليا بكل مكان، ما بالشرج احنا ما عرفوا هسه حاليا بالموضوع. هذا الموضوع احنا ان شاء الله معمل نلبسه. تم استيراد مكان خاصه المانيه. هاي انتم ما كاتبين على ورق يعني نفذتوه؟ لا متنفذ وموجود يعني ومبنيه وكامله ان شاء الله. ب 2024 تم ان شاء الله رفده بكادر كامل راح يدير المعمل، راح يتم خياطه البدلات داخل هذا المعمل. انت تدري هاي الايرادات ايضا راح تعظم من ايرادات الصندوق اللي هي تصب في مصلحه عوائل الشهداء وجرحى وزارتنا. جميل. اذا هاي المشاريع انا اشوفها رافد مهم لوزاره الداخليه. طبعا اكيد. يعني بدل ما اروح الى شركات اهليه او القطاع الخاص انا راح امول نفسي بنفسي. طبعا يعني واحده من المشاريع اللي عندنا تعاقدنا راح نسوي معمل ان شاء الله طباعه اللوحات مال السيارات هنا بداخل العراق راح يكون. هذا المعمل بعده فوائد، طبعا التعاقد صار مع شركه الاوج الالمانيه. اللي هي شركة رائدة بتصنيع اللوحات يعني معروفة عالميا. بفوائد اللي هي يعني راح نزود مديرة المرور العامة بحاجتها من اللوحات من داخل العراق، ما يحتاج بعد وقت استيراد وانتظار. مو فقط لوحات السيارات، حتى الإشارات والدلالات. لحد الآن لوحات، احنا هسه حاليا متفق عليه كلوحات. راح يتم تشغيل أيدي عاملة عراقية داخل المصنع، هاي أيضا أنت تدري بها فائدة. عاطل يعني. وبالإضافة للإيرادات اللي راح تجينا من هذا المعمل للصندوق هي أكيد. أنتم عندكم فقط في بغداد لو بكل المحافظات؟ حاليا تم استحداث قسم شؤون المحافظات. الفائدة من هذا القسم شنو؟ كان قبل أنه عوائل الشهداء أو الجرحى أو المنتسب يراجع البغداد يلا يكمل معاملته. حاليا داخل كل قيادة الشرطة بمحافظته يعني كل واحد بمحافظته يلقى قسم من أقسام الصندوق. يروح هناك يروج المعاملة مالته بعد ما يحتاج يجي لبغداد. يروح للمحافظة مالته المعنية قيادة الشرطة يسلم المعاملة يدققوها يتم إرسالها عن طريق معتمد خاص بالصندوق. بعدها أيضا راح يصدر به الماستر كارد، قبل كانت آلية الصكوك الورقية. تدري تصك معرض للتلف غيرها، بس حاليا ماستر كارد حتى يكون كالمحفظة عنده ما يسحب المبلغ كامل عادي كلش طبيعي. تبقى عنده كمحفظة شلون هسه موضوع الرواتب. تمام. فراح يسلمه ماستر كارد بعد يرجع لمحافظته يستلمه عن طريق محافظته ومن خلاله انه يقدر يسحب المبالغ مو كان ما يسحبها من بغداد كان قبل، حتى المبلغ لازم يصرفه من بغداد. تمام. حاليا كل واحد محافظته بعد راح يكون. هنا سيادة الرائد عندي تساؤل، يعني هاي الآلية المستهلكة الروتينية مندوب ويجي او وش يسموه انتم معتمد هذا كله 15 يوم 20 يوم ممكن حتى يوصل المعامل، ما حاولتوا الى اتمته والتحويل عن طريق البريد الالكتروني حتى يتسير مع المعامل بشكل صحيح؟ احنا حاليا تدري عفوا بشكل مختصر صح انت تدري بدا التطور الالكتروني واحنا دائما نكون ويا التطور الالكتروني وبمواكبته. فاحنا هذا الموضوع اكيد موجود عندنا. احنا قلت لك هسه ابسط مثال بدينا به، احنا بسنه 24 راح نبدي بعد ماكو صكوك معاملات ورقيه. اها راح تكون ماستر كارد هاي كبدايه اولى. تمام. بعدها بالنسبه احنا المعتمدين، احنا المعتمد اكيد ما يتاخر لان احنا تدري مديريه تخص الشهداء والجرحى يعني، وهذا فد عنصر حساس بوزارتنا. صح. فخدمتهم انه هاي شرف ان هاي الخدمه مو موضوع انه مني او دا اقوم بواجبي، لا هاي شرف لي انه فد خدمه انسانيه دا اقدم له. فهذا الموضوع عندنا ما يتأخر احنا، وان شاء الله احنا متطورين بهذا الموضوع ومتواكبين وان شاء الله اكو تطور بهذا الشيء. وانا الاحظ بصراحه الدخول بعض الدوائر تبع وزاره الداخليه ان كان جوازات جنسيه وغيرها مرور القى اكو غرفه خاصه او شخص خاص يشيل وشاح يعني كاتب ما تشوف فشي اللي محتاج مرشد الدار يكون هيك قاسم هيك هذا خاص فقط للجرحى وعوائل بالضبط. هذا اعتمادها من الوزاره هذا طبعا لتسهيل تدري اكو مرات الجرحى يجيك مقعد او مكفوف فهذا من يراجع للدائره يجي صعوبه فدائما تكون تلقى بكل مديري اكو فالشباك مخصص لهم لهي الحالات. احنا بالنسبه لنا دائرتنا احنا دائرتنا هي كل اللي يجوها تدري عوائل شهداء وجرحى فاحنا دائرتنا احنا هذا الموضوع معمول به واي مراجع يراجع لنا. عندنا جواد من بغداد. السلام عليكم تفضل جواد. اعتذر على التاخير. عمر جواد اعتذر على التاخير اخذناك هواي. نص صوت التلفزيون جواد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جواد. عمر جواد اعتذر على التاخير اخذناك هواي.
السلام عليكم سيادة الرائد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي جواد. شلونك يا حبيبي؟ أهلا وسهلا بك. أنا أخوك موظف في وزارة الداخلية قيادة شرطة بغداد الرصافة. أهلا وسهلا بك. ومقدم على السلفة صار لي فترة طويلة ولحد الآن يعني من كامل المعاملة مالتي وموجودة باسم التسليف. تقدر تزودني باسمك الكامل؟ جواد كاظم داخل جاسم. كاظم داخل تمام. أستاذ جواد بيا شهر تقريبا سلمت المعاملة مالتك؟ نص التلفزيون جواد لا ينقطع التلفون. شهر التاسع. استاذ جواد احنا ان شاء الله حاليا متوقف الصرف مال السلف لان تدري عندنا الجرد نهايه السنه. بشهر الواحد كانون راح يتم الاتصال بكم عن طريق قسم التسليف اللي خاص بصندوق شهداء الشرطه، راح يتم تزويدكم بكي كارد خاص بك بالمبلغ مال السلفة. تقدر تصرفه من محافظتك اذا كنت من سكن المحافظات، واذا من بغداد تقدر تصرفه هنا من داخل بغداد. بعد ماكو موضوع الصكوك والمعاملات، راح يكون ان شاء الله اجراء اسهل. احسنت، شكرا جزيلا سياده الرائد. انقطع التليفون. طبعا هي دعوه لكل المواطنين ان لديه استفسار او شكوى لا سمح الله في هذه الدائره ان يتصل بنا على الارقام الموجوده اسفل الشاشه، وان ينص صوت التلفزيون. يعني الاخوان دي يقولون قطعت وايد اتصالات بسبب هذا هاي المشكله، يعني يعلي صوت التلفزيون ويسبب لنا مشكله في الاتصال. عندكم موقع او صفحه رسميه حتى ممكن انا مثلا ما احصلكم او زخم او عندي عمل، شلون اتواصل وياك؟ هل هناك اجابه حقيقيه من المنتسب الى المواطن؟ هذا سؤال. طبعا احنا عندنا ما شكك لا موجود هذا الموضوع. عندنا صفحه صندوق شهداء الشرطه موجوده على صفحه الفيسبوك، ايضا عندنا رقم خاص موجود داخل الصفحه يقدرون يتصلون بواتساب او اتصال هاتفي يتم الاجابه عليه طبعا في اوقات دوام الرسمي، رقم الهاتف موجود. بالنسبه للرسائل اللي تجينا عن طريق الواتساب او الفيسبوك يوميا يتم الاجابه عليها بالكامل، يعني دائما يتصفر عندنا الرسائل والاجابه بصوره كافيه وافيه، لان دائما هو اغلب الناس شلون استاذ جواد يتم الاستعلام عن السلف مالتهم، ايش صار من السلفه مالتي وين وصلت، عندي فلان شغله اريد اراجع شلون اراجع شلون اجيب وياها مستمسكات. هاي المواضيع موجوده عندنا، فاحنا دائما الاجابه حقيقيه موجوده عندنا، موظفين خاصين بالاتصالات هم يكون موجود داخل الاعلام وظيفتهم انه الرد على المواطنين باستفساراتهم. هسه خرد على المواطن حميد. السلام عليكم حميد حبيبي، تفضلوا. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمري استاذ خصوصا همزين لقيت البرنامج هذا عند اخوي. اي حبيب قلبي عند اخوي خدمت. اخوي توفى بالهدف، اخوي منتسب. اي بلي حميد تفضل. منتسب وتوفى بالهدف. بالهدف اي يعني توفى بالمكان اللي هو بواجبه يعني. بواجبه. جزاك الله خير. جزاك الله. فتوفى سنة 2019، مشينا بالمعاملة، مشيت المعاملة وصلت على أساس لجان وكذا ومركز شرطة وبعد أدلة جنائية، يعني هو بالهدف بحيث أجت الأدلة الجنائية وكذا طلع من الهدف اللي بجان أبو التمن اللي موجود بصف الغزل. زي. يعني الموقع هذا كنا واضح. أي فبعد المعاملة كملنا المعاملة، تعرف إنه يعني يوميا مطلعينهم سالفه على اساس انه هو احسن متوفر قاعد ياخذ راتب 315,000 زاويه. زين. مشت المعاملات، كملت اللجان، وصلت على اساس انه راح يصدر وبعد ها صدر الامر الديواني من مكتب رئيس الوزراء بخصوص اعاده اللجان او اعاده الاوامر اللي صدرت بحق المتوفين منتسبين الشرطه انه تعاد لهم المعاملات مره اخرى حتى يحسبون شهداء. زين. وصار من 2019 لحد 2023 المعامله صاعده نازله لحد ما نعرف وين وصلت. زين حميد، يعني انا حتى ما ادخل بعمل السيد الرائد، قبل فتره مو طويله صدر امر من رئيس الوزراء ومن وزير الداخليه المتوفين اثناء الواجب فدرجوه على شكل كان حقليا. اسمعك مو انا استخاره. مو تمام؟ عفوا استاذ. يعني راجعت وزارة الداخلية؟ راجعت آخر مرة أنت راجعت؟ أثناء الواجب بلي راجعت. آخر مرة أنت راجعت؟
راجعت 2023 شهر الثاني وراجعت 2023 شهر الثاني. اي مديرية راجعت؟ حطوني كود وقال يابا تتواصل ويانا. اي مديرية كانت؟ تتواصل ويانا حميد. حميد بخصوص حميد بخصوص اخر اجراءاتنا راح تكون وياكم حميد. بعدين وصلت تقريبا قبل 4 أشهر او 3 أشهر العلاقه السببيه طلبوها. حميد حميد العفو سياده الرائد رائد مصطفى يريد يحكي وياك. اخ حميد شلونك؟ حبيب قلبي استاذنا العزيز. اخر مديره راجعتها يا مديريتك كان عندك بها الاجراءات؟ مديريه الشهداء. مدير الشهداء والجرحى. صندوق تقاعد شهداء الشرطه اللي موجوده بصف اللي بصف وزاره النفط. اللي بصف بلي وزاره النفط هاي مديريه الشهداء والجرحى. احنا بلي بالنسبه لنا اي احنا مدير احنا صندوق شهداء الشرطه احنا غير مديريه احنا بالنسبه انا خابرتهم اكثر مره خابرتكم. تمام اتصلت بالصندوق لو بالمديريه ما شهداء والجرحى؟ لا اتصلت بالمديريه الشهداء والجرحى. اي احنا بالنسبه لنا احنا صندوق شهداء الشرطه معاملتك بعد ما تكمل همزين وصلت هذا البرنامج نقدر نساعده طبعا وصل طلبه طبعا صوتي لين 4 سنوات لحد الان ويسمى 315 حميد 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 متوفي هو ابن الدوله حميد حميد متوفي بالهدايا بواجبه شكرا من هذا بعد حميد حميد خويا اسمح لي سياده الرائد مصطفى راح يساعدك بهذا الموضوع كون انت اتصلت بالبرنامج هو باثناء حضوره فراح ينقل مشكلتك بشكل مباشر الى صندوق مديريه الشهداء والجرحى التابعه لوزاره الداخليه يطلب منك معلومات انطي المعلومات تفضل رائد مصطفى حميد اسم المتوفي علي عبد الحسين محمد غالي حسين محمد غالي تمام استاذ حميد اطلب منك تلفونه اي رقم هاتفه ساخذه طبعا من الاخوه الاخوه يعني احمد اخذ التليفون اخ حميد كلامك خاطرته من اخر كلمه لا تقطع تليفونك ابقى على الهاتف حتى ناخذ تليفونك ان شاء الله وبالخدمه بعد تدمن معلومات هذا وكلش كافي راح اتصل بيه وتواصل يعني ان شاء الله دلوقتي. احمد اخذت تليفون الاخ جيد حسن مني نوى تفضلوا الو السلام عليكم ألو. حسن الو انا ما خبرتك قبل شويه تعالي على هذا البرنامج مال حلقه خاصه عن صندوق شهداء الشرطه اي تفضل حسن تعال هو مباشره تفضل حسن اخويا انا عندي معامله مع اخويا من 2014 مستشهد مفوض اي والمعامله كامله بالوزاره بس توقيع على امر اداري هاي مديرية الموارد هاي مديرية اي مديرية الموارد البشرية موارد البشرية مفوض بالتحرير المستشهد اي بالتحرير المستشهد بلي ولحد الان المعامله عندكم بالوزاره بس كامل المجالس وبس نحولها على يعني بس توقع الامر الاداري كامل عندكم بالوزاره صار 3 أشهر من بلغونا قالوا بس توقع على الامر الاداري راجعتوا بيمتى اخر مره؟ والله قبل شهرين قالوني بس توقيع على امر الاداري وشوي صار شهرين فوق الشهرين ما اجاني شيء. اسمك الكامل طبعا الاخوان في وزاره الداخليه راح يسمعون. اسمك الكامل. ها؟ اسم المتوفي الكامل او الشهيد الكامل. الشهيد حسين دخيل. حسين دخيل شنو؟ حسين دخيل محسن بشرطة نينوى يعني مديرية شرطة نينوى. شرطة نينوى. يعني هو شرطي متوفي اثناء الواجب؟ استشهد لا بعمل بالتحرير يعني هو كان امر اداري بالاستشهاد مصادر له كان واجبه هناك بالتحرير؟ لا هم احنا كنا تحت سيطره داعش يعني قصدك التحرير؟ اثناء التحرير لقوه واشتروا داعش واضح اي والله بس في امر اداري صار يعني 3 أشهر من بلغونا قالوا الامر الاداري كامل اوكي تمام هاي بالخدمه ان شاء الله اخذنا المعلومات كامله والمعامله كامله اخذنا المعلومات ان شاء الله ويا ريت اذا تحبون تاخذ تليفوني مثلا اي خلي رقم تليفوني حسن نعم اخوي لا تقفل التليفون لا تسد التليفون الاخوان راح ياخذون رقم تليفونك ممنون شكرا جزيلا عباس من بابل السلام عليكم السلام عليكم عباس
نعم نعم السلام عليكم. حياكم الله، تفضلوا. الله يحفظك ويسلمك، ابيك احكي ويا سيد رائد. تفضل احكي ويا سيد رائد. تفضل عباس اسمعك. الله يسلمك، انت مديرية الشهداء والجرحى، لا تحمل الجرحى، يعني انا مفوض بالشرطه ضياع شرطه بالي. تمام. يعني انا مصاب ب 2006 بايدي بلاتين. زين. وقاعد عارف ضغوطات من قبل ضباط الدائري. ايش قد نسبة عجز عندك انت؟ انا ما مسوي نسبة عجز، بس انا مصاب وبتنا الواجب وربطوا لي ايدي بلاتين، هسه قاعد يجبروني اسوق سيارة بالغصب. زين يا عباس، انت المفروض تراجع لجان طبية، تحال بعدها اكثر من لجنة لحد ما تحصل نسبة عجز، انت حتى تاخذ حقوقك لازم هيك شيء، ما تقدر تهسه حاليا انت. سيد العزيز انا ما لي حقوق، انا ايدي بيها 30، ما اقدر اسوق سيارة، قاعد يجبروني انه اخذ سيارة وايدي بيها 30. مو هي المشكلة، انت هو باعتبار عباس اذا تسمعني، انت هسه باعتبار يعني انه شخص كامل ما عندك اي مشكلة، هو باعتبار تجي كل اوراق مالتك انت اصابتك ما عندك اصابه سليم، فانت المفروض اثناء الواجب وعندي قرار نهائي وعندي امر دار مسجد الوزير مصاب اثناء الواجب نسيت سيدي ما تساعدنا سوق سياره. هاي المفروض يعني مديريتك زين قدرت انه تراجع مديريتك انه سيدي العزيز سايق مجاز تعال على السياره بمكان السوق انا ايدي بها بلاتي، وانا اشكي الله والكم هاي المساله. يحتاج اتصال بمديرية. يعني تمام، اتصال بمديريته. عباس بيا مديريته؟ قيادة شرطة باب مديرية النجدة. اليوم وصلت نتيجة انه وقت انتقال السلوك بالضبط ضغطوا علي وحاربوني محارب. قيادة شرطة بابل؟ قيادة شرطة باب مديرية النجدة. مديرية النجدة، شنو اسمك؟ نعم. شنو اسمك الكامل؟ مفضل عباس سعيد عبد الله. عباس شنو؟ عباس سعيد عبد الحسين. سعيد؟ سعيد عبد الحسين. سعيد عبد الحسين. إن شاء الله راح نقدم لك المساعدة على قدر المستطاع، ونتصل بالأخوة بقيادة شرطة بابل بخصوص موضوعك. شكرا لك عباس، طبعا هنا هو عباس بإمكانه أن يدخل لجنة. طبعا أكيد. وبعدين إذا يقول قبل فد 7 سنوات 8 سنوات اكو هاي تفاقم حاله ممكن بالضبط. حتى اللجنه طيب. تتحول الى هو يقول عندي امر اداري بالاصابه، يعني اصلا موجود عنده امر اداري يقدر يحال لجان وتطلع عنده نسب عجز، النسب عجز يعني اكو عندنا قوانين لهم يعني كل نسبه لها انه واجباته خفاراته الاشياء اللي يكلف بها حتى الدوائر اللي داوم بها. لو نقسم نسب العجز لاي نسبه يطلع بها المنتسب تقاعد؟ من نسبة 60 فما فوق في حال الى التقاعد حسب طلبه لو اجباري؟ لا هو 60 فما فوق انه بعد يطلع لازم يعني تكون فت حاله متفاقمه. زين راتبه شو راح يكون بهاي الحاله؟ الراتب راح يكون كامل يستلم، هو كامل يستلم 60% فما فوق انه راتب تام. ال 30% شنو مثلا المهام اللي تناط له؟ هاي تبقى قلت لك هي عدة قوانين المديرية. حسب المديرية مالتكم عمم عليها كل واحد حسب مالته النسبة مال العجز تناط له واجبات وامور ادارة، بس اغلبهم ممكن يكونون اداريين. اداريين بالضبط. اكو هناك صير عمليات، انا اتذكر زرت احدى المستشفيات الاهلية جو واحد من الشرطة قال يطب للطبيب قال احنا مال ما الضمان الصحي اللي هو نفسه مديرية الرعاية الصحية. الضمان الصحي شنو هاي الآلية؟ هاي احنا حاليا اكو استقطاعات تصير، بس هاي مو مديريتنا، هي مديرية الرعاية الصحية. زين هاي المديرية الثانية، اكو مديرية بوزارة الداخلية اسمها مديرية الرعاية قوى الأمن الداخلي. هاي المديرية تقدم الرعاية الصحية للمنتسب ولعائلته بواسطة مبالغ شهرية اللي هي 2500 دينار من كل شخص. من كل شخص اي 2500. عن طريقها يجيب مثلا يروح يتعالج حتى بمستشفى اهليه يجيب مالته التقارير الطبيه والفاتورات يروح يصدقها من نقابه الاطباء مباشره، يروح للرعايه الصحيه تم تنظيم له معامله وتم تصرف له كل العمليه حسب المبالغ. هو انه كل عائله لها فتره صيد سنوي. اي حتى يعني عندنا ما يعني مدير الرعايه الصحيه عندهم مراكز حتى خارجه بها اطباء، يعني تروح تراجع عن طريق دفاتر هي موجوده تروح تراجع على المراكز ما تدفع ولا فلس، تحسب رصيدك المتوفر تقدر انه عن طريقها تروح تراجع انت وعائلتك. جميل. اي اي عمليه؟ اي عمليه طبعا اكيد. حتى ذوي
حتى ذوي مثلا ابن المنتسب ابن عائلته زوجته ابنه وزوجته يعني اولاده وزوجته درجه الاولى درجه الاولى طبعا يكونون هم مسجلين عندهم دفاتر ايضا يتم استقطاع من راتب المنتسب وايضا يتم صرف لهم هذا كل المنتسبين موجوده هاي هي كانت حسب الرغبه كانت قبل الكل حاليا صارت حسب الرغبه يعني اللي يريد انهم يلغي الاستقطاع مالته من الضمان الصحي يقدر يقدم طلب يلغي عنده هاي امور خاصه بمديرية الرعايه الصحيه طبعا واضح بس زين نورتنا لا ماكو مشكله ان شاء الله الله يحفظك يعني ايش تتوقع برايك وانت مدير علاقات واعلام صندوق شهداء الشرطه هل المنتسبين والاماكن هي كافيه لاداره هكذا عمل كبير يعني بالنسبه للموارد البشريه اللي موجوده داخل وزاره الداخليه تدري بعد عمليات تحرير هوايه يعني تعدت الوزاره يعني حالات من الاستشهاد منها منها الجرحى المقعدين وغيرها يعني نسب العجز كلش كبيره صارت فوين حالها على التقاعد الحمد لله بهاي الموازنه قدر السيد معالي وزير الداخليه حصل تقريبا يمكن بال 37,000 درجه وظيفيه اللي هو بصفه عقد اللي هو شفنا بذورها الولد اللي بالشارع حاليا الشباب اللي باشروا مرور نجده صحيح وبعدها راح يتم رفد بقيه مديريات لان هي على شكل وجبات لحقوهم تشوف هذا بعده شاب شيء يعني شيء حلو تشوفه بالشارع صحيح فهاي المواضيع بالضبط هي اكيد طبعا. تدري بي هذا رفد الدماء الجديده مهم بالضبط احنا محتاجين هذا الموضوع صحيح. ضروري والحمد لله والشكر تم ان شاء الله وتدري انت اكثر كل ما اكثر كل ما احسن كل ما يزيد حولك على التقاعد جيد ممتاز يعني احنا نريد ناخذ مثلا حسب عملك هذا اللي خط واكيد دخلت كثير من المفاصل في وزاره الداخليه لعملك شنو رؤيتك انت ايش تطلب شو تقول للمواطن بخصوص صندوق شهداء الشرطه يعني احنا بالنسبه لنا كمواطنين تدري اغلبهم دائما اللي راجع تكون ضايج هو هاي طبعا هاي موجوده بكل الدوائر طبيعي لان هو طاب للدائره اصلا يقول لك انا طاب للدائره يقول لك راح تتعرقل معاملتي وراح اتاخر يعني هاي النظره القديمه لا حاليا هذا الشيء تغير يعني تقريبا نقدر نقول 99 من الدوائر الموجوده بداخل وزاره الداخليه ممتاز يعني ابسط فقره انا شخصيا راجعت مديريه الجوازات تدخل بالنسبه للجواز الالكتروني حجز الكتروني طبعا يتم يقول لك تعال فلان يوم انت الحجز مالك متضابط لا انا حجز لا كنت حجز الكتروني يعني لا امانه الحجز الالكتروني مال الجوازات امانه يعني خلال يمكن نص ساعه اقل تكمل الجواز بالضبط امانه انا شفته بعيني تستلم جواز بيدك وتغادر صحيح يعني فهذا موضوع بيتطور اكيد بينما كان قبلنا والعالم البطاقه الوطنيه ذات البطاقه البطاقه الوطنيه حاليا هسه كل انطباع حاليا ماكو بطاقه وطنيه ماكو هسه يومين ثالث تنطبع البطاقه ممتاز حاليا تم تعويض هذا الموضوع قبل ما تجي موضوع الانتخابات قبل شهر تقريبا تم تصفير بطاقات بالنسبه لكل الاشهر اللي كانت متعرقله كلها كل الاشهر يعني تم الاعلان عنها عن طريق الصفحه الرسميه لمديريه الجوازات والاقامه ايضا تم النشر عليها تم تصفير بالذات محافظة بغداد تم تصفيرها بالكامل. هم ماتين هسه خلصت العطلة بدأ الدوام راح يقل شوي المنسوب. طبعاً هي تدفق يعني تدري موضوع بالنسبة لموضوع اللود يبدأ عندك بالعطلة الصيفية. صحيح. عندك نص السنة فتشي بسيط. شوي إيه يعني يتحرك. بس العطلة الصيفية تدري تبدي عندك مواسم أنت العمرة مع عمر السفرات. صح. فانت تكثر الطلبات على الجوازات وعلى البطاقه بس ما تكثر على الصدق شو هذا لا طبعا شكرا جزيلا لك شكرا لحضورك وسعيدين جدا باطلالتك ويانا وان شاء الله ندعو من الله التوفيق لكم ان شاء الله شكرا لك ولقناتكم الموقره الله يحفظك وان شاء الله قدرنا نفيد اكثر ناس موجودين واي استفسار عندهم موجوده الصفحه مال صندوق شهداء الشرطه بس مجرد تكتبون صندوق شهداء الشرطه على الفيسبوك يتم مراسلتنا عن طريقها واكو رقم هاتف يتصلون به اي استفسار عندهم احنا حاضرين حافظ القوه من اليوم لا ان شاء الله احنا حاضرين لهم ان شاء الله موفقين بعملكم وشكرا لابتسامتك الجميله شكرا لك الله يحفظك ان شاء الله نشوفكم مقدم الحلقات القادمه ان شاء الله جدا اشكرك طبعا مشاهدينا الكرام اعيد واكرر بانه هناك دوائر متعاونه وهناك دوائر غير متعاونه هدف البرنامج هو تقديم الخدمه وللأسف بعض الوزارات من ضمنها وزارات المالية ووزارة الدفاع وبعض الدوائر طبعا وزارة المالية بها التقاعد وبها صندوق الإسكان غير متعاونة تماما وهذه رسالة لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شاه السلطاني وإلى المكتب الإعلامي خلي نزوم قصورهم العاجية شوية
وزارة المالية والنزول للناس في برامج خدمية ويطرحون فتح أبواب تقديم الشكاوى والاستفسارات حتى يتم حلها. وهذا الإصرار يعني يقولون هم مكتب رئيس الوزراء ما سمح لنا أن نطلع للإعلام، وما أعتقد أستاذ محمد شياع أن يطلع هيش قرار أو أستاذ ربيع أو غيره في مكتب رئيس الوزراء أن يصدر قرار يمنع دوائر الدولة من ظهور على شاشة الفضائيات. بصراحة أكو دوائر جدا مهمة متعاونة، وزارة الداخلية أمانة أقوله بصريح العبارة جدا متعاونة، وزارة الصحة جدا متعاونة، بعض الدوائر اللي هي البلديات جدا متعاونة ويانا، الخدمية، لكن أغلب الوزارات اللي باحتكاك مباشر مع المواطن غير متعاونين. هذه رسالة أتمنى أكون الآخر أن يفقهها وأن يتعامل بمستوى إعلامي مهني. فعلا أكو بعض الفضائيات ممكن أن تأخذ القضية وتعيد وتحول إلى تشهير وإلى تسقيط الوزارة أو الدائرة. يعني أنا متأكد لو سين من الفضائيات تدعوهم أعتقد يروحون ركض هاي الفضائية ويكونون يعني متفضلين عليهم هذه الفضائية. أما إذا راحت قنوات يعني تعرض نفسها بأن تقول أنا معتدلة وأنا أقدم مشروعي أو بضاعتي لحل قضايا الناس، لا، هذا يقول شايف أكو مثل شعب يقول مرقتنا على زياقنا، يلا هاي قنوات قاعد تقدم خدمات مو مشكلة، مو هذا خاف يفضحنا أبو الفضائية الفلانية فيرحم باتجاهها. وللأسف هذا معيار خاطئ لكل المسؤولين. انزل المواطن راح تبقى بمقعدك وممكن تاخذ مقعد أفضل إذا ما تروح المواطن، وهذا دليل الانتخابات المحلية صارت، الناس تقدم فعلا خدمة للناس برزت، والناس صرفت مليارات وصلت إلى أحد الأحزاب دفعت مبلغ مخيف 30 مليار وصل أكثر حصلوا على كم مقعد، وهذا غير متوقع. فلله الحمد احنا قائمتنا، وشوف سبحان الله اخذنا الحديث والسياق لحل المشاكل الناس بخطاب عقلاني، بخطاب، وما عندنا، ما نمتلك مسؤولين بالدولة، ما عندنا مال سياسي، ما عندنا نفوذ حكومي، اخذنا 9 مقاعد في كل العراق. هذا انجاز فعلا حقيقي يحسب الى المجلس الاعلى. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحق، ألتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.